نبتدي على بركة الله إن شاء الله. انطلقت فعاليات البطولة الشتوية لمنطقة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة. حضر الافتتاح اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، والمهندس أدهم ذهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة، والكابتن فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر. تستمر فعاليات البطولة حتى 17 من مارس الجاري في حمام السباحة الأولمبي بنادي الرياضات البحرية، ويشارك في البطولة 400 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 فريقا لمحافظات الصعيد، البحر الأحمر، قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج، بني سويف، المنيا وأسيوط. في البدايه بنقول لكم تحيات سياده اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، وبيسعدنا ان احنا نستضيف منطقه الصعيد للسباحه. 8 محافظات ب 400 لاعب كل سنه بيشاركوا معنا مرتين، مره في الصيف ومره في الشتاء، وبيسعدنا دايما ان مدينه الغردقه بتستضيف المؤتمرات العلميه والمؤتمرات الاجتماعيه وجميع الانشطه الرياضيه. عندنا بس الاسبوع ده ما يقرب من 6 نشاط رياضي، ودي حاجة بنفتخر بيها، واحنا دايما بنستضيف اي حد وبنرحب باي حد في البحر الاحمر. نادي الرياضات البحرية من المنشآت الداعمة لمحافظة البحر الاحمر خاص والمصر عامة، ودايما بتستضيف جميع الانشطة، مش الصيد بس والانشطة الرياضية، السباحة بتستضيف هنا كل سنة مرتين بطولة منطقة الصعيد. مجلس الإدارة بيبذل أقصى مجهود ممكن، بيحاول إن هو دايما يظهر مدينة الغردقة عموما والنادي في أبهى صوره. احنا النهاردة 13 مارس 2022، البطولة الشتوية بتاعت منطقة الصعيد للسباحة، دي البطولة رقم 6 اللي بتنظمها المنطقة. احنا يعني تولينا مسؤولية المنطقة من سنة 2019، وبنحافظ دايما ان يكون بطولتين في السنة، يعني 3 سنين، ودي البطولة السادسة، فدايما احنا بنحافظ على كده، واحدة في الصيف واحدة في الشتاء. وكان السنة اللي فات كان في وضع استثنائي بس عشان موضوع الكورونا، عملنا البطولتين ورا بعض، لكن خلاص رجعنا للمواعيد الاصلية بتاعتنا. البطولة النهاردة مشارك فيها حوالي 400 سباح من 12 نادي في الصعيد، كل محافظات الصعيد بلا استثناء ممثلة في هذه البطولة. الامور يعني شايف الارقام كمان كويسة قوي المرة دي، رغم ان دايما البطولة الشتوية ما بتكونش كده، لكن شايف النهاردة في 2 سباحين حطموا الارقام القياسية بتاعت منطقة الصعيد، فده شيء كويس الحمد لله. يعني انا سعيد بالتولاد وبالتنظيم، طبعا احنا بنكون قائمين على التنظيم، لكن احنا عاملينها المرة دي في نادي الرياضات البحرية. الحقيقة انا احب اشيد بنادي الرياضات، موفر لنا كل الامكانيات وهو بيستضيف البطولة المرة الثالثة على التوالي. انا احب اشكر مجلس ادارته، مجلس ادارة محترم جدا الحقيقة، بيرعوا الرياضة فعلا، يعني ناس فاهمة يعني ايه رياضة، وناس فاهمة الظروف بتاعت الصعيد، لان طبعا في معانا في الصعيد مشاكل الحمامات السخنة، مفيش غير 3-4 حمامات في الصعيد كله، فهنا يعني الناس هنا بيستضيفونا وشيء عظيم جدا. البطولة الولاد والبنات الاعداد تقريبا متقاربة، احنا برضو بناخد بالنا من ده وبنحاول ان احنا نشجع البنات. وبقى في دلوقتي معانا مرحلة العمومي لتاني بطولة، اللي هم الولاد اللي بدأوا معانا وسنهم بقى اكبر من 17 سنة، فالامور الحمد لله ماشيه في اتجاه كويس. وهيبقى في عندنا يوم الخميس ان شاء الله البطوله الطويله، ودي اول مره احنا يعني هنا في الصعيد، كنا قبل كده بنشتغل على السباحه القصيره بس، المره دي عملنا الطويله، وان شاء الله رب العالمين البطوله القادمه هتبقى مياه مفتوحه فعلا، هتتعمل في اسوان ان شاء الله في النيل، وبعدها هتتعمل هنا في الغردقه في البحر الاحمر. فاحنا في كل مره بنحاول نعمل اضافه بحيث نكون قريبين من بطوله الجمهوريه. رياضة السباحة في الصعيد ما زالت تحتاج الكثير من الجهد والعمل من أجل الارتقاء بمستوى اللاعبين وأرقامهم،
واعتمدت منطقة الصعيد للسباحة على المنهج العلمي في التطوير. كانت المنطقة على مدار 10-12 سنة ما كانش فيها الشغل ده ولا البطولات دي، لكن مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس أولى اهتمام كبير قوي بمنطقة الصعيد، وفر لنا حاجات كتير قوي. مثلا احنا بنعمل دورات تدريبية للمدربين، دي بيحاضر فيها أساتذة كلية التربية الرياضية. الأساتذة دول الاتحاد عامل تخفيض 50% لأبناء الصعيد، وبعدين بنعمل الدورة في المحافظات كلها، يعني عملنا في أسيوط، عملنا في سوهاج، عملنا في المنيا، عملنا في أسوان وهكذا، وهنعمل تاني وتالت بحيث نحن نعمل تأهيل لطلبة وخريجي كليات التربية الرياضية، بحيث ان احنا نعمل كوادر من المدربين. تاني حاجة الحفاظ على إقامة البطولات في مواعيد ثابتة، لان طبعا الاستقرار ده والاستمرارية دي بتديك نتائج كويسة. طبعا ده الى جانب اختبارات النجوم بتتعمل في كل الأندية على مدار السنة. فالامور يعني احنا واخدين الامور الحمد لله بجدية، ويعني بتخطيط علمي معانا اساتذة من كليات التربية الرياضية بيحطوا لنا الخطط، وبرضو اللجنة الفنية في الاتحاد. يعني عايز اقول لك رئيس الاتحاد بنفسه بيكون مشرف على ادق التفاصيل. ولرفع المستوى الفني للسباحة في الصعيد، اعتمدت منطقة الصعيد للسباحة على المعايشة الكاملة في أحد الأندية المصرية الكبرى. عملنا معايشة مرتين في النادي الأهلي، أخذنا الأولاد المتميزين من عندنا. طبعا يعني بيكون بمنتهى الشفافية إن احنا بناخد من كل مرحلة. فأول معايشة عملناها أخذنا من كل مرحلة السباح الحاصل على كأس أحسن سباح للمرحلة، سواء ولد أو بنت، يعني بناخد الاثنين. جينا بعد كده في البطولة اللي بعدها قلنا لا، ناخد ثلاثة في كل مرحلة، ثلاث ولاد وثلاث بنات في كل المراحل. ده كان مرتين في النادي الأهلي، وبحب أشكر إدارة النادي الأهلي الحقيقة، عاملين معنا شغل هايل جدا، وإحنا بنكون متكفلين بكل النفقات، الإقامة والانتقال والإعاشة للولاد، ده كل ده عصير منطقة. جينا بعد كده تفكرنا ان احنا نعمل المعايشة بشكل تاني بقى، دي هتبقى ان شاء الله في شهر 7، هنعمل معايشة للسباحين الحاصلين على الثلاث مراكز الاولى في كل المراحل السنية في البطولة اللي احنا فيها دلوقتي، مع سباحين المنتخب الوطني للسباحة، مع سباحين النادي الاهلي كلهم هنا في الغردقة. زائد اضيف لحضرتك ان انا عملت تطوير في المعايشة، هعمل معايشة للمدربين ان شاء الله بعد العيد. هناخد المدربين بتوع الصعيد من كل نادي، ثلاث مدربين يعمل معايشة في النادي الاهلي مع المدربين في النادي الاهلي. وبرضو الحقيقة بحب اشكر النادي الاهلي تاني، لان هم أبدوا ترحيب بهذا الموضوع، لأن هيبقى فيه بقى محاضرات وهيبقى فيه شغل عملي وهكذا، هيكون مجهود الحقيقة عليهم يعني هناك، لكن هم مرحبين جدا جدا في النادي الأهلي. وإن شاء الله دي هتكون فكرة إن شاء الله كويسة نقدر إن احنا نحققها إن شاء الله. إيميل إدوارد، البحر الأحمر، طيبة.